مرحبا، يعطيك العافية. احنا طبعا بنجهز اليوم في المساعدات الإغاثية الطارئة، اللي هي عبارة عن تجهيز طرود من الأواعي للإخوة النازحين من غزة وشمال غزة لمحافظة خان يونس والوسطى ورفح. طبعا طبيعة الأواعي، هذا جاكيت أطفال، فوتر دافي شتوي، قطعتين في منه عدد كبير هنا. هيو في طبعا عندنا جاكيت فرو مع أبرهول، يعني هو كله كامل مع بعضه قطعتين. في عندنا اللي هو للأطفال عبارة عن فوتر من جوا ثلاث قطع، هذا جاكيت وهذا برضك كله حراري. في عندنا اللي هي القطعة، هذه ثلاث قطع جاكيت صوف مع بلوزة فوتر مع بنطلونها